لديها مفهوم مختلف وهي مفهوم نشر المذهب أو نشر التشيع، وبالتالي قد تصطدم مع شيء لدينا نحن أو يعني نقول تصطدم بمجتمعنا السني. يعني انتم هذا اللي خايفين منه؟ هناك فرق بين الاثنين. استاذ أثيل انتم هذا اللي خايفين منه؟ لانه انا يعني استشعرت بكلامك قبل قليل، تحدثت عن منظمه بدر وكذلك الاخر يعني الاخرين فيما يخص العصاب والكتاب وهذه التشكيلات في داخل حشد الشعب، قلت بانه هذه جهاد ديني ونحن لا نثق منها. مثق بها وتخاف منها على انه تخاف تنشر التشيع ولا تصير شيعي، لا تصير شيعي، بس خلي يحررك من داعش، خلي يخلصك من القوقازي ومن الشيشاني. ما انتم قاعد تروحون للسعوديه وعندكم تحالف وياها وقاعد يجون انتحاريين سعوديين. بينك ما بين الله، مره ثالثه اعيدها، من بعد 2003 الى اليوم اجانا انتحاري ايراني؟ والله انا اعتقد ان طريق الانتحاريين دي يجون من ايران. يا رب. مو من السعوديه، اعتقد حتى الافغان دي يجون من ايران ويجون علينا. وسيارات التويوتا المعنونه باوراق وبارقام سيارات سعوديه، هاي شلون يغيروها بالحدود على ايران؟ على كل حال اخي، نحن اذا نريد ان ندخل الى هذا النقاش بالتاكيد يعني انا واثق انه كدول لا تدعم مثل هذا الموضوع، يعني لا يمكن لاحد ان يدعي بانه الدوله السعوديه تدعم داعش وهي داعش تهدد السعوديه اساسا. هذا الكلام يعني غير منطقي. الدوله السعوديه كدوله او الامارات او تركيا دول بالعالم هي محترمة، بس ألمانيا مو العراق، مو العراق ولا إيران، ألمانيا وفرنسا يعني. نعم. موقف رسمي من ألمانيا على أنه أكو دعم للإرهاب من المملكة السعودية، هذا مو عربي ولا واحد شيعي حكى به، يعني أنا هذا موقف يعني عالمي. خلي أسألك.